نموذج دراسة حالة تربوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقوم في موضوع اليوم بدراسة هذه الحالة التربوية الظاهرة أمامكم على الشاشة والتي تخص التلميذ خالد. لنتعرف أولا عن التعليمات المتعلقة بها. التعليم، إذن نقوم أولا بقراءة التعليمات المتعلقة بالحالة بتمعن لنتعرف على ما هو مطلوب منا إنجازه. قبل الشروع في إنجاز التعليمات لا بد من توطئة أو تمهيد للحالة التربوية كما هو مبين أمامكم على الشاشة. هذا مثال لتمهيد أو توطئة للحالة التربوية. المحور الأول في دراسة هذه الحالة وهو تشخيص الحالة، تشخيص حالة خالد انطلاقا من النموذج. المحور الثاني وهو دراسة الحالة، وهذه هي المحاور الرئيسية لدراسة حالة خالد. إذن ألف، دراسة الحالة من منظور مواثيق حقوق الطفل الوطنية والدولية. باء، دراسة الحالة من منظور أخلاقيات مهنة التدريس. جيم، دراسة الحالة من منظور الحياة المدرسية. وذال، دراسة الحالة من منظور علم النفس الاجتماعي، دينامية الجماعات والتواصل. بعد تشخيص الحالة من خلال المحاور الأربعة السابقة، نقوم بتحديد الأسباب، اقتراح الحلول ومعالجة الحالة، اقتراح وضعيات لمعالجة الحالة. أخيرا، خاتمة وإبداء رأي شخصي حول الحالة.